اللي عمله مجلس الامن يعني كثير منيح، يعني مهم الضغوطات على سوريا، بس اهم شيء يعني يوصلوا نتيجه، يتعاونوا ويوصلوا نتيجه ويكشفوا التحقيق، يعني ما تضل هيك القصه فلو. مجلس الامن اصلا منحاز لمصلحه امريكا واسرائيل، لما يكون شيء منحاز ما بنحطه حكم، نحن حاطين حكم فريق تابع لاسرائيل. انك تسجل منيح بس وين بده يروح التسجيل هذا اكثر بعد بيقولوا هلا على التلفزيون بعد ما يحطوا الخبر انه في مرض جديد بالعالم جاي تبتلع الدنيا كلها. ايه بس يمكن هذا هو اللي بيطرحه بهالاطار.